كله باي كيميكال باي كيميستري. يعني قال لك الديزيز هذا سيسبب لنا زياده في الدوبامينيك اكتيفيتي، هذاك سبب لنا قله مثلا في الاكتيف النوربينفرين، فيحاولوا يزيدون هذه ويقللون هذه حتى يحسنون ايش البيهيفير الشخص، مع انه هذه ممكن تكون هي اعراض وليست يعني اسباب. يعني هي اعراض المرض انه زيد، خلينا نقول زياده في الدوبامينيك اكتيفيتي وليس هي سبب المرض، لكن شهود موجود عند الاشخاص المرضى يقول لك هي مرتبطة مع المرض، مرتبطة مع المرض صحيح، لكن كسبب أو كسيمتومز ما معلوم. يعني صح المرض مرتبط معه زيادة الدوبامينرجيك أكتيفيتي، لكن هل هي كوز أو هي سيمتومز للديزيز؟ هي ما يناقشون هذه المسألة، يقول لك هي مرتبطة مع الديزيز. فهذه المسألة مهمة، إنه أنت يعني من سيدك يعني لاحظ زيادة أو نقصان في شيء معين مع ديزيز معين، ما شرط تكون هذه هي كوز، تكون هي سيمتوم. وعند سبب اخر هو الكوز. فبالنسبه لنا احنا يعني كمسلمين الجانب الروحي هو الاساس، يعني هو جزء من الانسان وليس فقط هي بايوكيمستري. فعلاج الامراض هاي مثلا ايضا ما يكون فقط علاج هو يعني كيميائي بايوكيميكال، لكن هو ايضا علاج يعني نفسي وروحي للشخص. فاحنا نقطه نديها دائما، انه دائما هذه المواضيع مبنيه كلها على ثيوريز، على نظريات، وبعض المرضى يتقبلوها كحقائق. يعني انت المرضى يتعاملون مثلا مع الطبيب، يثقون بالطبيب، يثقون بالصيدلي، يتعاملون معاه كانها حقائق هي مسلمه، مع انه كله شوف الكتب مكتوب ثيوريز، نظريات فقط ما مثبته علميا. وحتى بها احيانا بعض التناقض، يعني بعض التناقض تشوف انه في الابلكيشن مالتها. فلهذا السبب احنا دائما نركز على انه ما ناخذ كل شيء، ناخذ بايوكيمستري او كيميكال رياكشن، اكو جانب روحي في المساله لازم ياخذ بعين الاعتبار. بالنسبه للسي ان اس بريسنس، راح ناخذ احنا عده ان شاء الله عده يعني اقسام، يعني المركبات اللي هي كانت تطوروها كبدايه كانتي هيستامينيك كومباوند، او طوروها كسيديتيف كومباوند، بعدين استعملوها كانتي سايكوتيك او سي ان اس بريسنس. طبعا المشاهد بصوره عامه انه الشخص اللي عنده اوفر اكتيفيتي، خلينا نقول لو عنده مثلا سايكوسيس، او عنده مثلا يعني اي من هذه الـ يعني خلينا نقول السايكولوجيكال بروبلمز، دائما عنده زياده في ايش؟ دوبامينرجيك اكتيفيتي. زياده في الدوبامينرجيك اكتيفيتي تؤدينا الى ايش؟ الى سايكوسيس، او ما يسمى بايش؟ ب يعني مثلا شيزوفرينيا وغيرها. قله في الدوبامينرجيك اكتيفيتي تؤدينا الى ايش؟ الى باركنسونيان سيمبتومز، يعني انه يتغلب الكولينرجيك على الدوبامينرجيك اكتيفيتي. ف نلاحظ ان هواي المركبات تستعمل كانتي دوبامينيك، الدوبامينرجيك اكتيفيتي يعني انتي دوبامينرجيك، فمقسم الى قسمين. طبعا بعض من يشتغل على الدوبامين ريسبتورز، بعض من يشتغل على الجابا ريسبتورز، بعض من يشتغل على الميلاتونين ريسبتورز. فهي اكثر من قسمين، عندنا فقط القسم الاول هو يشتغل على الدوبامين ريسبتورز، وهي انتي دوبامينرجيك كومباوندز. المحاضره طبعا هذه يعني هي ما حتكون كامله، راح نعطيكم جزء فقط من البدايه في الفيازينز والبيوتايروفينونز هي كانتي دوبامينرجيك، فقط اتعرف عليهم. بعدين اذا بقى وقت ان شاء الله الاسبوع القادم راح نكمل بقيه الاقسام. دكتور معك الاسبوع القادم، هذا الاسبوع اخر شيء هذا اليوم. الاسبوع القادم هو 2-3 على اساس نروح الاسبوع الجاي نعطيهم، هذا اخر اسبوع. كتبوا عطله بالجدول يعني؟ يعني احنا في قاعده من المحاضرات والاربعاء والخميس هي من ضمن، ما مشكله. انا اذا ما صار فرصه ان المحاضره راح انزلها على الكلاس روم، يعني مسجل ما تتراي ما حتى انا قصد منه ان الموضوع يصير متكامل، لانه هذا الشرح يعني مشعر وبين كثير تفاصيل، فانا بدي اختصر قدر الامكان حتى تاخذه يعني بالمستوى اللي بعده، ما تاخذه وقتك، تاخذ بعد الانتيبايوتكس والانتيبايوتكس شغل عشان. فقصد احنا نكمل الموضوع دائما يعني مهم، يعني في مركبات من الصيدليه فلازم يعني نحاول ناخذ بشكل احسن. فانا حاول انزل مثل الفيديو مثلا نصف ساعه او قسم على ساعه، يعني نص يعني ساعه تقريبا على التقسيمات، يعني حتى بس نناقش الموضوع باختصار. بالنسبه طبعا اليوم هناخذ فقط الفيازينز والبيوتايروفينونز. نعم، هذا كان قبل قليل هو الكلام على بالنسبه لتقسيم الانسان من ناحيه السبيريتشوال بارت والبايوكيميكال بارت. لازم ما نغفل الجانب النفسي والجانب الروحي للانسان، فانما تناول هذا النوع من المواضيع.
بالنسبة لل theory of action of antipsychotic mainly depends on inhibition or inhibition of dopaminergic receptors. Antipsychotics usually involve inhibition of dopaminergic activity of the neurons. يعني تربط الدوبامينرجيك activity للنيورون. غالبا عندنا الدوبامين receptors عدة أنواع منها. أغلب المركبات تربط النوع الثاني هو D2 receptors. زين. بالنسبة لل D2 receptors هذا الدي 2 ريسبتور طبعا يختلف قلنا ايضا بتوزيعه بداخل البرين وراح نشوف ان هناك سايد افكت تختلف مع الدي 2 انتاغونست. شكل الدوبامين ريسبتور هو عباره عن جي بروتين كابو ريسبتور اخذناه من سابقا وهو احد انواع السويتشات في الجسم. وكما تعرفون قلنا الجي بي سي ار ريسبتور تحفز السيكند مسجز داخل الخليه وهي تتحد مع جي بروتين. قد يكون جي بروتين هذا اكتيفيتنج جي بروتين او يكون انهبيتنج جي بروتين. فالدي 1 والدي 5 يعملون اكتيفيشن للنايل سايكليز يتم مع الاكتيفيتري جي بروتين. والدي 2 والدي 3 والدي 4 يتم مع الانهبيتري جي بروتين. فمن ناحيه الدي 1 والدي 5 في الاكتيفيشن الجي بروتينز تتحد مع الجي بروتين تفيد منها زيادة في الإيش في الأدينايل سايكليز إنزيم يعني زي السايكل إنزيم داخل الخلية. والدي 2 والدي 3 والدي 4 تهتم مع جلد الجي بروتين يؤدي إلى تقليل السايكل إنزيم في الخلية. الأنتي سايكوتيك دراجز تتحد مع الدي 2 والدي 3 غالبا فتعمل على تقليل السايكل إنزيم داخل الخلية. بالنسبة للتوزيع خلينا نقول ال إيش distribution histological distribution في البرين ال عندنا ال D 3 موجود في limbic system بشكل أساسي بينما D 2 موجود باللimbic system وبالextrapyramidal system. لهذا السبب inhibition of D 3 receptor ما يكون مصحوب بside effect الدي 2 ريسبتورز. عندما الدي 2 ريسبتورز انهبيشن من انهبيشن الليمبيك سيستم وذلك من انهبيشن الاكسترا بيراميدال سيستم فينتين اكسترا بيراميدال سايد افكتس على شكل يعني تريمور او تقلصات في العضلات الارادية فتكون يعني سايد افكت هذه تكون يعني احيانا تكون خطيرة بالنسبة للاشخاص اللي يعملون هذه المواد. لهذا اللي يعتبر الدي 3 سيلكتيف انتي سايكوتيك هو يعني مور سيف واكثر ايش يعني يقول يعني خلينا نقول الافضل مقارنه بالدي 2 انتي سايكوتيك. بعد ايش انه شيء اخر احنا ناخذه هو ما يسمى بالبايز اكتيفيشن وهو يعني اذا ممكن احنا نتحد مع الدي 2 لكن تربط باثويز دون باثويز اخرى فنحاول نقلل السايد افكت. قلنا هذا يعني يعتبر برانش جديد ما يسمى بالموديوليترز بالجي بي سي ار انه مركب يتحد مع الدي 2 لكن ما يعمل كومبليت انهبيشن لكل الباثوي او دي 2 يعمل انهبيشن لبعض الباثويز بعض منا ما يعمل انهبيشن فنقدر نتجنب السايد افكت باستعمال هذا ما يسمى ايش قلنا بالبايز انهبيتر للدي 2 او يسمى موديوليترز للدي 2. هذا الشكل اوضح لك يعني مفهوم البايز اكتيفيشن او الـ يعني ما يسمى بالموديوليشن للدي 2. يعني هذا مركب نفس المركب يتحد مع نفس الانزيم مع نفس الريسبتور ونفس الريسبتور نفس السويتش لكن يحفز بعض الانهبيتر بروتينز وما يحفز بعض الاخر فيكون بينهم نوع من يعني البياس يعني ما يحفزهم كلهم بنفس المقدار بين يكون انحرف باتجاه بعض الجي بروتين دون البعض الاخر هذا يسمى البياس اكتيفيشن. فاذا كانت هذه الجي بروتين مثلا مسؤول عن السايد افكت إذا حرفنا اتجاه الاكتيفيشن اتجاه اذر جي بروتينز هتطلع عندنا سايد افكت ونحصل احنا ايش الافكت المطلوب. فهذا هو المركب نفس المركب يتحد مع نفس الريسبتور لكن تلاحظ عندنا مثلا ثلاث مركبات مثلا كل من هاي المركبات كل واحد منهم بينه ايش بينه بياز يختلف عن الثاني كل واحد منهم بياز يختلف عن الثاني فيميلون نحو ايش نحو الاكتيفيشن اوف فارماكولوجيكال actions ويتجنبون ايش ال unwanted actions. بس شو يعني بايز؟ بايز يعني منحرف او انحراف بايز يعني انحراف او الحياد يسمونه انحراف عن الشيء عن التساوي
على التساوي، فما تكون هي متساوية للاكتيفيشن يعني تحفز كل الجي بروتين بنفس المقدار، لا يتمين نحو بعض ومن بعض الآخر. وقلنا هذا هو يعني مستقبل الجي بروتين اكتيفيشن، يكون عن طريق البايز اكتيفيشن، ما يكون عن طريق الكومبليت انهيبيشن او الكومبليت اكتيفيشن. بالنسبة للمركبات اللي ناخذها ان شاء الله في هذا القسم، قلنا ناخذ من بداية الفينوثيازينز والبيتايروفينونز، هاي بسمى الفيرست جنريشن او بسمى التيبيكال انتي سايكوتيك، او البنزامايد كذلك تعتبر تيبيكال انتي سايكوتيك. السكند جنريشن هم البنزازيبينز والبنزي سوكسازولز والبنزي بنزوكسي سوثيازول، هذول يضمنون يعني الاتيبيكال او ما يسمى بالايش بي يعني الغير التقليدي. هنا بس هناخذ فقط قلنا القسم الاول زين. كيف تم تطوير ديفلوبمنت اوف فينوثيازينز؟ في البدايه كان ديفلوبمنت على انتي هيستامينيك دراج البنزو دايوكسانز. بنزو دايوكسانز هو بنزين ودايوكسانز بينو ترمينال امين تيرشري امين، هذا كان يعطينا انتي هيستامينيك اكتيفيتي. طبعا المركبات الانتي هيستامينيك كومباوند فيها شبه من ايش؟ من الانتي كولينرجي كومباوند، ايضا بها يعني التيرشري امين وبها اروماتيك سايد تشين تكون غالبا لايبوفيلك. زين البنزو دايوكسانز كان هذا ايش؟ انتي هيستامينيك، كان اول مركب. بعدين تم تطويره الى الايثانول امينز. الايثانول امين هي نفس البنزو دايوكسانز، لكن يشوفون انه هو ايش يعني هي ارتباط واحد مع الفينايل، وهذه يعني تشبه يعني الاسم الايثانول امين. احنا اخذنا فينايل ايثايل امين او الفينايل ايثانول امين مع ايش؟ مع انرجي كومباوند. ليك ايضا بها فينال وايضا بها ايثانول وايضا بها امين، لكن ما مثل هذا، ليك ما كانت ايثارات، اما هذا ايثر. يعني ذاك كانت عندنا المركبات كانت او اتش كانت على الحلقه من الخارج يعني واضح؟ كانت الكول، لما هاي الاو الاو من الداخل على شكل ايثر. فالاسم طبعا ايثانول امين، ولكن كانت فينايل ايثانول امين. فينايل ايثانول امين مثل عندنا ايش قلنا؟ الفينايل فرين واضح؟ والانفيتامين يسمى فينايل ايثايل امين، فينايل ايثايل امين، اما هذا ايش؟ ايثانول امين، ايثانول امين وايثر، هذه كمان كان بها ايثر، كانت فقط حلقه مع ايثايل ونيتروجين واضح؟ اما هذا ايش بينه؟ بينه الوصف اكسجين، ايثانول امين. بعدين تم تطويره الى دايفين هيدرامين، دايفينايل هيدرامين هذا يعتبر تيبيكال انتي هيستامين. الالبين الايثانول امين طبعا ايضا تم تطويره الى ايثايل ايثيلين داي امينز، الايثيلين داي امين. الايثيلين داي امين يشبه ايش؟ هو ايضا يشبه الايثانول امين، وهو الاسم يعني ايثيلين دايامين يشبه عندنا ايش؟ الايثيلين دايامين تترا اسيتيك اسيد اللي يكون عندنا ايش؟ الاي دي تي اي يكون بينه كربوكسيل جروب في اغلب مكانه، بس هذا مركب بين الكربوكسيل جروب، طبعا هذا كله لاكتوفيل جروبس. ف ايثيلين دايامين ثم بعد ذلك صعد ايش؟ داي ايثازين، هذا الاول هو يعتبر اول فينوثيازين، يعني هذه الحلقه تم تكميله، حلقة صارت تم تكميلها وقام حلقة أخرى بنزين معها، فصارنا إيش؟ الفينوثيازينز. زين هذا المركب هو صار فينوثيازين، لكن أيضا يعتبر إيش؟ يعتبر يعني بينه أنتي هيستامينيك أكتيفيتي. طبعا أنتي هيستامينيك كومباوند ولا تشبه إيش؟ الأنتي كولينرجي كومباوند، نفس يعني كستراكشر ايضا بها امين وبها ايش؟ تي شيب بلكي جروبس تذكرون؟ فهذه المركبات طبعا هي الانتي هيستامينيك كومباوند اللي بها تي شيب
وبيها تيرشري امين دائما تكون بيش معها مع انتي كولينرجيك اكتيفيتي، يعني تكون مع انتي كولينرجيك اكتيفيتي، يعني ايش معناتها؟ تضبط الكولينرجيك سيستم. هذه المركبات هي صح انتي هيستامينيك لكن ايضا تستعمل كانتي كولينرجيك، هات ليش في الباركنسونيان ديزيز، يعني تضبط الكولينرجيك سيستم بتفيدنا ايش في الانتي باركنسونيان، فهي انتي هيستامينيك وكذلك ايش انتي باركنسونيان. الهاي عدوني الإيثايل أصبحت آيزو بروفايل يسمى بروميثازين، برو يعني من بروفايل، آيزو بروفايل بروميثازين، هذا طبعا هو يعني بداية تطوير الأنتي سيركوتيك فينوثايازين، هو أيضا أنتي هستامينيك لكن بينه ويش بينه أنتي سيركوتيك تكون كلش قليلة وتكون اشتغلت تكون معدومة. هذا طبعا تطوير البروميثازين، البروميثازين ونفسه البروميثازين لكن السايد تشين مكان ايزوبروبايل اسمه بروبايل واضافه كلور على الموقع الثاني في الحلاوه. هذا جعلتنا مركب يسمى الكلور بروميثازين، هذا شكله يقول هو شكله شبيه نوعا ما بالدوبامين، شكله شبيه بالدوبامين وهو من عنده تطوير الدنيا الفينا ثانيوس. اذا بداية بدأ البيزوزيكسان في بداية التطبيق الانتي هيستامينيك، ثم الإيثانول أمين، ثم الإيثينين داي أمينز، ثم الداي إيهازين، وأنها بداية الفينوثايازين أنتي هيستامينيك أنتي كولينرجيك، بعدها إيش بروميثازين، ثم الأدنان بروميثازين. البروميثازين طبعا هو قلنا بداية الفينوثايازين وهو اللي احتوينا على البروبايل سايتين، يعني وصلنا الفينوثايازين عن الامين ثلاث كربونات وعندنا على البوزيشن 2 كلور. هذه الكلور طبعا مهمة جدا في الاكتيفيتي المركب، لو حذفناها المركب يرجع ايش؟ يرجع بروفا انتي هيستامينيك. فليش هذه الكلور مهمة جدا بالاكتيفيتي؟ هنشوف انه حدد لنا شكل المركب يكون شبيه بالدوبامين. بس تميزه يعني ما تقول ترسمه لكن تقول تميزه يعني بس تميزه عن بعض المرات. زين. الفينوثايازين هذا عندنا مثلا الكلوروفورمازين والدوبامين. كلوروفورمازين والدوبامين. الشكل هاي الكلور هاي طبعاً موقع مهم بالستراكشر لأنه تعطينا ما يسمى بالأسايمتري. إيش معنى أسايمتري؟ يعني الشكل يكون شكل ذو اتجاه. بعض المركبات تكون أسايمتري. يعني عفواً تكون سايمتري. إيش معنى سايمتري في المركب؟ يعني متناظر. الجهتين متناظر. يعني حتى إذا تلف المركب يكون نفس المركب. بس هذا المركب يكون أسايمتريك إذا بينه كلور، يعني لو تفرح شكله يختلف يصير ايش ايش. تعطينا أسايمتري للستراكشر وكذلك ايش تعطينا؟ تعطينا يعني تعملنا انتراكشن مع نيتروجين التيرشري نيتروجين تكون هي متأينة بالبلوت في اتش بتجعل هاي السايد تشين تلتف بهذا الاتجاه نحو الكلور. انت تلتف نحو الكلور السايد تشين تلتف الكلور تكون شكلها شبيه بالدوبامين. يعني الكلور هون بهذا البوزيشن نمبر 2 يعمل لنا ايش؟ اسايمتري للستركتشر، كذلك يعمل لنا انتراكشن مع نيتروجين حتى تكون السايد تشين مرتفع بهذا الاتجاه، يكون شكل المركب يكون شبيه بشكل الدوبامين. اذا شكل الكلور المركب السايد تشين تكون لها حريه فما يكون شكل شبيه بالدوبامين. كلورين أتوم للكلور بروميثازين
يكون ايش؟ يكون متناقض، يكون خلينا نقول اوفرلاب مع الفينايل رينج اللي الدوبامين كلاهما لايبوفيليك، وتكون عندنا نيتروجين هذه متناقضه مع نيتروجين لي ايش؟ عندنا ايش السلفر هيدروكسيل البارا هيدروكسيل تكون متناظره مع السلفر هيدروكسيل البارا هيدروكسيل تكون متناظره مع السلفر لايش للبرفورمانس يعني شويه مثلا شويه ستراكشر زين اذا هذا يعتبر هو يعني شبه بين البرفورمازين والدوبامين من ناحيه يعني تسالني اهميه الكلور في تحديد شكل البرومي فازين حتى يكون شبيه بالدوبامين. طبعا مركبات البرومي الفينوثيازينز يعني كثير متشعبة وكثيرة معكم منها فقط راح نصنفها الى اصناف حتى ايش حتى تدرس بالتفصيل قبل ان ناخذ الاس اي ار للفينوثيازينز. نحن ذكرنا قبل قليل بصل بشكل مختصر يعني تكون عندنا ثلاث كربونات تفصل تحقق الفينوثيازين مع النيتروجين عندنا على رقم اثنين عندنا الكترون دروين جروب وغالبا يكون الكلور هاي مهمة ليش؟ الاكتيفيتي النيتروجين ترشري قابل للتأيين تتأيين بالرد بي اتش بعدين عندنا السايد تشين قد تكون حلقة قد تكون سايد تشين ماكو مشكلة فهذا هو الأساس عندنا أن تكون الكربونات ثلاثة هذا أهم شيء تقول عندنا هون الكترون دروين جروب هذا الشيء الثاني تكون نيتروجين ترشري قابل للتأيين في نهاية تغري أهم ثلاث نقاط بالنسبة إيش؟ بالنسبة للفينوثيازين 3 كاربونز الكترون دروين جروب أيونيزر ونيتروجين إذا اختلف عندنا طول هذه الاثنين تبع الشورتر لاحظوا إنه الفيزا أنتي هيستامينيك أنتيكولينرجيك أكتيفيتي على حساب الانتي سايكوتيك الفرق بيصير مو انتي هيستامينيك مو انتي كولينرجيك اند ليس انتي دوبامينيك برانشينج اوف ذا تشين اوسو انكريزينج ذا انتي هيستامينيك اكتيفيتي انكريزينج ذا انتي كولينرجيك اكتيفيتي خلاص بعدنا برانشينج ذا تشين بوث تي جروبس انكريزينج انتي هيستامينيك انتي كولينرجيك اكتيفيتي ف بيس يعني هذه النقاط هي مهمه اذا عندنا شورت تشين شورتر سيبنا مو انتي هيستامينيك انتي كولينرجيك إذا كانت برانشت أو أنتي هيستامينيك أنتي كولينرجيك إذا كانت البروبات هذه بوكي أوصو مور أنتي هيستامينيك أو أنتي كولينرجيك راح نشوف هنا طبعا عندنا البيبروزاين أو البايبريدين حلقة راح تكون هنا موجودة عندنا في بعض الفينوثيازينز المقصود بالبوكي جروب أو اللارجر جروب تكون متشعبة يعني بالاتجاه خلينا نقول 90 ديجري مع التشين أما إذا كانت تشعر هذا الاتجاه مثل حلقة أو شيء ما تعتبر بلكي جروب بلكي تكون إذا كانت يعني بالاتجاه كانت يعني 90 درجة مع التشين وإذا كانت على شكل حلقة ما تعتبر بلكي جروب كما تعرفون قلنا البلكي تكون إيش؟ تكون تي شيب يعني تي شيب هذه يعني مشتقات الفينوثيازينز شقات الفينوثيازين. البرومازين هو أول مركب اللي يعني اللي ما يكون بينه كلور. إن هذا يعتبر إيش؟ يعتبر أنتي أنتي هيستامينيك. إذا كان ما بينه كلور هو أنتي هيستامينيك. ثم بعد ذلك الكلوروبرومازين اللي فيه كلور فقط يعني زيادة عن البرومازين. كلوروبرومازين. تراي فلوبرومازين وتراي فلوبرومازين ففيهم تراي فلور وهي ايضا الكترون دروين جروب حل فلور نفس الشيء هذا يعتبر ايش يسمى البروبايل داي الكايل امينو سايد تشين بروبايل داي الكايل امينو سايد تشين يعني هي حلقه ثلاث كربونات نيتروجين وداي الكايل يسمى بروبايل داي الكايل امينو سايد تشين النوع الآخر يسمى البايبريدين سايد تشين اللي بينه يعني تكون حلقة البايبريدين هي تكون تمثل الإيش تمثل النيتروجين مع السايد تشين وتلاحظ الكربونات هي أيضا 3 كربونز 3 كربون إلى النيتروجين
ثايوميدازين والميزوريدازين. الريدازين هي راح تمثل لك ايش؟ بايبريدايل سايد تشين. بايبريدين سايد تشين. ريدازين. والبيبرازين هذا النوع الاخر. هذا الريدازين يعني بايبريدين سايد تشين. بايبريدين سايد تشين. بعد الثايوريدازين والميزوريدازين. إذا هذا النوع الثاني هو البايبريدين سايد تشين. النوع الثالث هو البيبرازين سايد تشين اللي يكملون البيبرازين سايد تشين. نفس المبدأ أيضا أن في كربونس ثم الترشيري نيتروجين. الاسم دائما تلاحظ منه البيرازين. بيرازين يعني البيبرازين سايد تشين. بيرازين بروبيور بيرازين أو ترايفلو بيرازين كلهم فيهم بيبرازين سايد تشين. البيبرازين فانا هشوف اذا فوائد احسن من البايبريدين من الداي ايثايلامين. البيرفينازين يعني يكون بينه انت هيستامين اكتيفيتي قليله مقارنة بالبقية. كم يعمل سيديشن؟ فينازين نفس البيبرازين لكن بينه معانا ايش كحول في النهاية الفينازين. وهذا الفينازين ممكن اكون منه ديبول انجكشنز. يعني منه استراءات، هاي الاستراءات تقطع شيء من ديبول انجكشن بالعضلة. فالفينازين ستلاحظ اكون منه ايش؟ اكون منه استراد يعني ديبوت انجكشنز. بقية ما في ديبوت انجكشنز. ميزه من ايش؟ من الفينازين يعني الديبرازين مع ترمن الكحول. هذا ترمن الكحول هو سايت اوف استريفيكيشن. كان استر محصل استرس. زين. خمس وقت. خمس وقت. هذا الجدول يوضح لك الاكتيفيتي المشتقات كلها طبعا من ناحيه الاورو دوز. نشوف انه الكازاين هي يعني تكون مور اكتف من الايثايل امين من البايبريدين سايد تشينز. الكازاين تكون مور اكتف. ايضا تلاحظ انه الكازاين تكون ليس سيديتف لو انتي هيستامينيك مقارنة بالبقية. البقية بيمور انتي هيستامينيك اكتيفيتي. هذا بدون ليس انتي هيستامينيك وليس سيديتيف. يعني كل ده يعني بيور انتي سايكوتيك. ما بينه انتي هيستامينيك اكتيفيتي ولا سيديتيف اكتيفيتي. يقابلها ايش المشكلة؟ انه بينه هاير اكسترا بيراميدال سايد افكت. لانه يتحد بقوة مع الدي 2 ريسبتورز. هنشوفون الدوز مالته كلش قليلة. يعني كي دي مالته منخفضة. بيتهم بعد يتوب بقوة بينطينا إيش إفكت حتى على إكسترا بيانضة صديقة تكون بين الكومين وأعلى من البقية. واضح؟ فهذه النقطة. النقطة الأخرى قلنا أنه بالنسبة للبيم كحولات ممكن إيش الفينا قلنا الفينازين ممكن هذه نستعملها كديبوت إنجكشنز. لانه بيها او اتش جروب. فبيها او اتش جروب تكون مكان الاستريفيكيشن. لان الحق الفينوثيازين ما بيها مكان الاستر من الاسترز. يعني ماكو اي مكان تكوين الاستر بالحلقه. يعني كل لايكوفريك جروب ما بيها سبستيوشنز. فما ينفع تنغيوس بس التيرمينال او اتش جروب اذا موجود انا بدي اعمل سايكل سبستيوشن. ونقطة أخرى أيضا انه الفينوثيازين طبعا تصير لها ميتابوليزم تصير بها او اتش جروب. لكن قلنا نصير او اتش جروب يعني الميتابوليزم راح تكون عرضه للاكسبريشن تنطرح من الجسم. اما هذه الاستر جروب في المركب تكون موجوده. يعني الاستر جروب المركب في المركب ما يكون المركب برو دراج. يكون مركب اكتف دراج مع وجود الاستر. يعني ما كل المركبات اللي هي استرات هي تكون برو دراج.
بعض المركبات مع وجود الاستر تكون هي اكتف دراك. شاهدناها وين؟ شاهدناها بالستيرويدز انه بعض المركبات مع وجود الاستر تكون اكتف دراك. بالكورتيكويدز وال بالبروجستيرون قلنا هيدروكسي بروجستيرون فاليريت يكون بينو يكون هيدروكسي بروجستيرون بينو استر يكون اكتف فورم مع وجود الاستر. ليش الاستر احيانا تكون مركب يكون اكتف مع وجود الاستر هيكون مركب ان اكتف بوجود الاستر يعني يكون برودرك. اذا كان مركب يتحد مع ريسبتر ويكون تكون الاستر خارج البوكيت يعني تسبح في 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 ايش في الميديوم والمركب يكون هو داخل البوكيت المركب يكون اكتف مع وجود الاستر. اما اذا مركب ما يتحب البوكيت الا تنزحل الاستر يكون مركب برودر ما يشتغل حتى تنزحل الاستر. فهي المركبات شاهدون احنا اول شكل انه تتحد مع جي بروتيكوبو ريسبتر يكون البوكيت الريسبتر يعني يكون البوكيت الريسبتر مفتوح نحو الاعلى على يكون مفتوح البوكيت يعني اذا خليت انت المركب تحت مع الريسبتر وجزء اللي ما اصبح في الميديوم ماكو مشكله يضل تحت مع الريسبتر المركب يكون اكتف بوجود الاستر. اما اذا كان البوكيت مغلق يعني ما ممكن المركب تحت مع البوكيت الا انه يكون على قدر حجم البوكيت بالحاله يكون دروب برودر لازم يشيل الاستر حتى يتحد مع البوكيت. فهي المركبات هي اللي هي استرات نشوف انه هي اكتف بوجود الاستر لانه هي تحت مع البوكيت بوجود الاستر فما تكون برودكتس.